تجمع آلاف المتظاهرين في القدس للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم قضائياً بقضايا فساد وبسوء إدارة أزمة كوفيد-19 التي أدخلت البلاد في إغلاق تام جديد. وشهدت التظاهرة إقبالاً أكبر مقارنة بالتظاهرات السابقة التي تنظم كل يوم سبت منذ نحو 3 أشهر أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، على الرغم من القيود الجديدة وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وتسجل الإصابات في إسرائيل منذ 2 أسبوع معدلاً هو من بين الأعلى عالمياً، والجمعة أعادت فرض الإغلاق التام مع بداية الأعياد اليهودية ما أثار نقمة شعبية عارمة. وإلى حد الآن سجلت إسرائيل البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، 187,396 إصابة، بينها 1,236 وفاة.